بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. معلومة صغيرة ولكنها مهمة للمزارع وللمهندس وحتى للإنسان الهاوي وحتى لأي حد عايز يتعلم معلومة جديدة مع أنها بسيطة. المعلومة ده هي أن احنا عندنا نوعين أو مادتين بنصنع منهم الشتلات أو الصواني اللي بنزرع فيها الشتلات في المشتل، تمام؟ في المادة الفوم أو الفلين زي ما بقولوها بتوع الخليج، احنا عندنا في مصر بنقول عليها الفوم، تمام؟ وهي الأصح الفوم على فكرة. وفي عندي تاني الشتلات اللي هي البلاستيك اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. أنه الأفضل طبعا الفوم هو الأفضل أو الفلين هو الأفضل. ليه يا جماعة؟ بسبب حاجة، الفلين أولا بيعتبر عازل ممتاز جدا بالنسبة للحرارة وللبرودة، تمام؟ طب واحد هيقول لي طب ايه المشكلة يعني عازل في ايه؟ هقول له دايما الجماعة اللي بيصنعوا الجزم يقولوا او الكوتشيات بيقولوا الراحة تبدأ من القدمين. طب خلاص، النبات هو كمان الراحة تبدأ من الجذور، بمعنى ان حضرتك لو حطيت النبات في الفلين فبالتالي هيبقى عازل كويس سواء للحرارة سواء بالنسبة للبرودة، تمام؟ بمعنى برضو ان انا في الشتاء لو زرعت في الفوم او الفلين طبعا بيبقى عازل للجذور عن البرد وبيحتفظ بدرجة حرارة كويسة للجذور، تمام؟ وبالتالي بلاقي النمو افضل، تمام؟ طيب لو انا زارع في الصيف هيعمل لي عازل بالنسبة لدرجة الحرارة اللي هي بتزود درجة حرارة منطقة الجذور او الشتلة نفسها، الفوم لونه ابيض بيعكس اشعة الشمس وبالتالي بنحافظ على منطقة الجذور رهيت من هي تعلى درجة الحرارة بتاعتها. طب السؤال هنا، لو عالت درجة الحرارة بتاعتها في الصيف فيها شوية مشاكل، اول ليه المشكلة بقى بالنسبة لو انا زرعت في بلاستيك دي بتزيد درجة الحرارة بتاعة البلاستيك. أولا دايما الشتلات بلاحظ لونها أسود، وده مش عارف ليه، يعني هل هو محض صدفة؟ يعني بلاحظها دايما لونها أسود مش أبيض، المفروض تعمل لونها أبيض. وحتى لو لونها أبيض دايما البلاستيك بيسخن بسرعة وبيبرد برضو في الشتاء بسرعة غير الفوم أو الفلين، تمام؟ طيب الخطورة في الصيف ايه يا جماعة؟ الخطورة في الشتاء ان هو بيبرد بسرعة، فمنطقة الجذور اساسا الجدر فيه برودة وبالتالي بتحصل فيه مشكلة بالنسبة للناس اللي ما عندهاش دفايات، بتحصل فيه مشكلة لان انا عندي درجة الحرارة منخفضة وبالتالي النمو بتاع الجذور بيكون تعبان او الامتصاص بتاعها بيكون تعبان نتيجة البرودة او العبء البرودة اللي داخل عليها، تمام؟ طيب لو انا عندي الصينية فوم لا بتعمل لي درجة طيب خليني في البلاستيك الاول. لو انا في الصيف بقى درجة الحرارة بتاعت منطقة الجذور بتزيد، طب يعني ايه بتزيد؟ هي مشكلة مش قوي في قصة ان درجة الحرارة دي ترتفع، بس المشكلة في حاجة ان حضرتك لما بتروي في البلاستيك بيسخن، المنطقة دي بتبقى فيها سخونة، منطقة الجذور لما انت بتنزل عليها مية بتبقى اكبر عامل محفز لأعفان الجذور، اكبر عامل محفز لأعفان الجذور في الشتلات البلاستيك دايما كده. يعني هات بلاستيك وهات صينية فوم وواحدة بلاستيك جنب بعض وحطهم في نفس الظروف، هتلاقي دايما الفلين يتفوق على البلاستيك. ميزة البلاستيك بس ان هو ما بيتكسرش ويعني بيتحمل معاك يعني غلب السنين زي ما بيقولوا، تمام؟ اما الفوم حساس شوية، سينس اقول كده هتلاقي ايه يعني مشاكله كتير، ولكنه هو الافضل، تمام؟ معلومة برضو صغيرة عندي في السعة بتاعة العيون أو العيون أو المكان بتاع وضع الشتلات، دايما في الفلين بتكون 209 عين و84 عين، وبرضو في الشتلات بتكون دايما في 84 وكده. أيا كان أنه فيهم الأفضل، أنك تزرع في واحدة 209 ولا أنك تزرع في صينية 84 عين؟ هو الأفضل 84 بصراحة، خلينا صراحة. بس بتاع المشتل بقى ما عندوش مكان وعندوش حيز، يبقى أصبح النهاردة كل 1000 شتلة بيزرعهم في 5 صواني من 209 عين، من 209 عين كل 1000 شتلة بيزرعهم في 5 صواني. طيب بالنسبة ل 84 كل 1000 شتلة بيزرعهم في 12 صينية أو 12 شتالة، فأنه الأفضل ليه 209 عين؟
طيب في الـ290 النباتات القائمة زي الطماطم والفلفل ما فيش مشكلة نحن نزرعهم. طيب بالنسبة للقرعيات اللي هي مفترشة زي الكوسة أو تزرع كوسة في مشتل أو تزرع كنتلوب أو تزرع بطيخ أو تزرع خيار، أنه الأفضل؟ لا، الـ84 أفضل، ما ينفعش أن أنا أزرع في الـ290، لأن الـ290 ضيقة وطبيعة القرعيات أن هي بتطلع وهي النبات نفسه مفترش، فبالتالي بيبقى فيه تزاحم. ولكن في الأفضل في الاثنين سواء فلفل أو طماطم أو لا، الصينية الـ84 عين. ليه؟ لأن هي أماكن بتاعتها واسعة، وبالتالي بتسمح بمرور الهواء وبتسمح بدخول الإضاءة داخل الصينية بتاعت الشتلة، وبالتالي القوة بتاعت الساق والنمو الخضر بتاعت الشتلات بيكون أفضل في الـ84 عن الصينية الـ290. وبنقول دايما الفوم أفضل من البلاستيك، ولكن البلاستيك أمتن من الفوم. ولكن على كل، هم الملحوظتين دول اللي كنت عايز أقولهم. بتمنى أن احنا نكون استفدنا من المعلومة الصغيرة دهيت. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.